أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وفي ختام حلقتنا والانتقال إلى الزاوية الفنية، اليوم رح نسلط الضوء على فرقة الرباعي أوان. هي فرقة فلسطينية تأسست في عام 2010 بجهود مجموعة من الموسيقيين الشباب. بيقدم الرباعي أوان مجموعة المقطوعات الموسيقية العربية بنكهة معاصرة جميعها من ألحانهم. اليوم بسعدنا نسلط الضوء بوجود عضوين في الفرقة، خلينا نقول هم أكرم عبد الفتاح، هو من قرية كوكب أبو الهيجاء من الجليل، وأيضا معن الغول من حي سلوان في القدس. الله يصبحكم بالخير. أهلين. وأنتوا رباعي، يعني في شخصين فيكم ناقصين كمان، فأكيد بنوجه لهم تحياتنا. أكيد بنوجه تحية للؤي عباسي اللي هو العزف العود معنا، وغادة أبو سمعان عزف البيانو. أكيد إحنا كمان أكيد. اليوم رح يكون معنا كمان وأيضا عزف الإيقاع، يعني واليوم رح يكون مع الدف. كيف أصبحتوا؟ لسه مش مصحصحين منيح؟ لا بعدنا. طيب بداية لو بدي أسألكم عن فكرة فرقة الرباعي أوان. أكرم، أنت كنت من الناس المؤسسين والبدو بالفرقة، ليه بدأتوا أصلا هاي الفرقة الموسيقية؟ قصتها يعني بلشت بشكل عفوي شوي، خلال تعليمنا بالأكاديمية في القدس اللي هي كنا نتعلم فيها أنا ولؤي بنفس السنة، كنا أولاد صف يعني، وبالبداية كنا نكره بعض شوي. بعدين شوي تقربت الأمور، احنا كنا اشتركنا مع بعض بأكثر من برنامج في أمريكا، كان مع سيمون شاهين وبمخيمات وعروض موسيقية قبل. وفي خلال التعليم شوي صرنا أجتنا فكرة أنه نعزف سماعي اللي هو مقطوع موسيقية تركية، وكنا بحاجة لعزف بيانو يعزفوا معنا في عرض الطلاب في الجامعة، يعني بسموه ستودنت كونسرت بنعمل كل سنة. اتفقنا انه نشوف غادي، كنا تعرفنا عليه كمان بالاكاديمية، ومن هناك بلشت الفكرة. يعني عزفنا اول مرة مع بعض كعرض لأول مرة، وبعدين شفنا الاداء كان حلو والناس انبسطت وكذا، فطورنا الفكرة وبعدين توجهنا لمعن. اكيد معن، كيف انضميت للفرقة؟ كانوا بدهم عازف ايقاع. انت بتعزف على اكثر من آلة ايقاع صحيح؟ يعني بلشت بالاول طبله وبالمعهد ادوارد سعيد، بعدين رق، بعدين بالاكثر الات لحالي صرت اعزف عليها. من قديش عمرك بتعزف مع الايقاع؟ 8 سنين. 8 سنين، فانت بتعشق يعني هذا النوع من العزف؟ طبعا. طيب احنا عشان تعرفنا هلا على اكرم معن، بس احنا كمان حابين نشوفكم انتوا الاربعه، رح يروح مقطع فيديو صغير بيعرفنا اكثر على الفرقه، وايضا رح نسمع مقطوعه موسيقيه من تاليفكم، وراجعين نحكي اكثر. إذن هي كانت مقطوعة موسيقية من تأليف مجموعة أوان، وهي جزء من مشروع فلسطيني جديد تحت اسم عبور. أنتوا جزء من عبور، إيش رح تنتجوا فيه من ضمن مشروع عبور؟ تحكوا لنا أكثر عن هاي التجربة القريبة، صح؟ أكيد. بدي أحكي أولاً شو علاقة المقطوعة بالموسيقى اللي بنعملها بعبور. المقطوعة اللي سميناها كانت مقطوعة باسم زنغرام،
زنغرام. زنغرام اللي جاي من اسم المقام اللي هو زنجران، اللي هو مقام عربي أصيل بس ما استعملوش كتير. لا وإحنا جينا طورنا هذا الإشي وعملنا لحن عليه. اللحن هذا جاي الخانة القسم الأخير من كل المقطوعة اللي استعملناه لهذا الفيديو عشان برنامج عبور. عبور هو بالآخر زي إنتاج موسيقي اللي قايم عليه موسيقيين فلسطينيين اللي بادر فيه سامر جردات، طبعا وجه له تحية. وراح يكون من خلال هذا البرنامج إنه نصدر أسطوانة اللي راح تطلع كمان شهرين ونص حوالي. معنى هذا راح يكون أول إصدار لكم، راح تكون أول أسطوانة لكم خاصة فيكم؟ أول أسطوانة خاصة بمقطوعات. معنى عمرك كنت في فرق تانية أو هاي أول تجربة لك تكون بأوان؟ كفرقة إحنا أسسناها وهي أول فرقة، بس الفرق الثانية تتابع على مؤسسات ومعاهد. وهذا اللي كنت أسألكم عنه، قديش مميز إنه يكون في موسيقيين بيقيموا تحت مجموعة، تحت اسم يعني فرقة موسيقية لمجموعة شبابية بشكل مستقل، هل بتشعر في فرق؟ يعني أنت فخور بوجودك بأوان كفرقة موسيقية مش تابعة لمؤسسة؟ طبعا هذا شيء ثاني، لأنه إحنا كل واحد بيشتغل لإسمه الخاص، مش يعني كعازف إحنا أشخاص بس. أكرم، هون بدي أسألك عن أنواع الموسيقى اللي بتألفوها، وخاصة أنه زي ما أنت حكيت أنتوا عم ترجعوا لأرشيف قديم، عم بتحاولوا تخلقوا موسيقى جديدة أيضا من شيء ترتكزوا على شيء قديم. أكيد هي حسب رأيي لازم تكون رسالة كل فنان اليوم. يعني الموسيقى العربية موسيقى كثير فيها مخزون كبير وفيها كثير مجال للتطوير، وحسب رأيي لازم يكون دايما هاي الإشي، لأنه إذا بدنا نضل نعيد بالموسيقى القديمة بنفس الطريقة هذا إشي أنا بحترمه جدا، بس لازم كمان يكون في إبداع، لازم نطلع بإشي جديد. وبأوان إحنا عم نحاول نعمل طابع جديد، يعني لما الموسيقيين عم بسمعونا عم بيقولوا إنه في إشي جديد، في نكهة جديدة، وهذا المطمح له الحمد لله. يعني بتمنى لكم اكيد التوفيق، بس حابه كمان اسمع ايش في تحديات وصعوبات بتواجهكم، خاصه انه انتم يعني كل واحد من منطقه مختلفه، في القدس من الجليل، كمان يمكن الاشخاص اللي مش موجودين معنا بالمناطق كمان مختلفه. طلع يعني هذا البرنامج اوان اللي هو مشروع، يعني مشروع اللي تطلب كثير تضحيات منا كلياتنا، تضحيات من ناحيه وقت، من ناحيه ماديه، يعني لانه كلياتنا مشغولين كثير، يعني بعروض ومنسافر كثير، ومرات بصير فرص منسافر مع بعض عن طريق مش أوان يعني، وكثير مشغولين. يعني زي اليوم لازم غادي يكون معنا ولؤي مثلا مسافر بعمان وغادي عنده امتحانات، فدائما هيك، وهي في تضحيات مرات انه الواحد يضحي من وقت مهم زي التعليم او زي الشغل. يعني كل هاي الشغلات بالاخر عشان انت تقوم بهذا المشروع بتطلب شوي تضحية ومثابرة، يعني ما نوقفش. يعني كثير مرات كنا حتى مرات نتزاعل بين بعض عشان هاي الموضوع الوقت، والأشياء بدها مرات صبر يعني. ونحن لحد اليوم يعني صلنا سنتين مشتغل هذا المشروع انه نطلع بأسطوانة، مع انه احنا عنا موسيقى لأسطوانتين وثلاثة جاهزات وبنستنى ناس تدعم، وانت فاهمي كيف يعني وضع هنا بالدعم الموسيقى مش كثير منيح، فعم نحاول يعني والحمد لله. معني يمكن في كثير أشخاص اللي ما بيثقوا في الأشخاص الموسيقيين كمان، إيش بتحكي لهم من خلال تجربتك أنت في أوان؟ يعني أنتوا هلا كمان زي ما ذكرتوا بتحتاجوا دعم. يعني مش عارف، يمكن بعطوا دعم لأشياء تانية بفكرنها أهم وهيك، بس كمان الموسيقى مهمة لأن هي بتمثل فلسطين وبتمثلنا. وانت بتشعر هيك في أوان؟ طبعا اكيد. يعني الموسيقى اللي عم نعملها او اي فرقه عم تعملها من الحانهن بالابداع هذا هو إشي جدا مهم، ولازم حسب رايي لازم يعني احنا عم نحاول نزيد الوعي هذا. يعني اليوم عم نعمل عروض بمحلات اللي هي شوي حتى نحكي مش مطلعين على الموسيقى، بدنا موسيقى غنائيه اكثر. ودائما احنا نحمل مقولة عبد الوهاب حكى انه يعني التعبير عن مستوى الحس عند الشعب هو لما بيصير يسمع الموسيقى الآلاتية بنفس مستوى الغنائية، يعني بتصير الناس تروح على الموسيقى اللي خالية من الغناء بنفس الكمية وبنفس الاهتمام زي لما تروح على موسيقى غنائية وفيها مغني وفيها أغاني معروفة. فاحنا هي في رسالتنا، يعني اكيد الثقافه والموسيقى احنا مهملينا جدا يعني، وكل الموسيقيين على فكره اللي وصلوا للعالميه وتطوروا وكذا كثير ضحوا وكثير عانوا من حكي حتى في خلال بلدتهم او عن طريق المجتمع،
المجتمع دائما بيحاول انه يعني ما بيعرفوا، فاهم شو؟ احنا عم نحاول انه هاي الشغله تتطور عن طريق بنعلم كمان في معاهد، وفي على فكره حركه يعني اخر الفتره في البلد كلها، في هي الحركه، في هي الثقافه، في صار شيء اهتمام، وان شاء الله بيضل هيك يعني بهي الوتيره. يعني بتمنى لكم التوفيق، خاصة انه انتم الاربعة كمان دارسين في هذا المجال، دارسين بالآلات الموسيقية. اكرم عم بتكمل هلا ماجستير في دراسة الكمان، وعندك ايضا دراسة في آلات اخرى، ايضا عم بتكمل دراستك بمجال الايقاع، وايضا الاشخاص الاخرين زي ما قلت بدرسوا وبدرسوا هذا المجال. ويمكن احنا متعودين فعلا نسمع موسيقى غنائية، ولكن الموسيقى النقية لحالها كمان هذا جزء، وعشان هيك احنا حبينا نسلط الضوء على اوان ونحكي للاشخاص كمان اللي ممكن نقدر نثق فيهم انه يلفتوا انتباههم اكثر المجموعات الموسيقية بالتحديد. بتمنى لكم التوفيق، خاصة انه انتم فعلا عم بتخوضوا تحديات، حتى لو ذكرت تحديات حتى مش ملائمة لجيلنا، يمكن يعني أكبر واحد فينا 23 سنة، يعني عم نعمل اشي كثير بكير وان شاء الله بيصل. فخورين فيكم جدا، وعشان هيك برضه سلطنا الضوء على هاي التجربة الرائعة، وبنتمنى لكم كمان التوفيق في مشروعكم الجديد عبور، ونتمنى يكون في كمان انتباه أكثر على هاي المجموعات الشبابية الرائعة. بهيك بنكون وصلنا احنا لختام حلقتنا، رح نسمع منكم مقطوعة صغيرة، ولكن بدنا نوجه تحياتنا لمشاهدينا، لكل الأشخاص اللي شاركونا اليوم بحلقتنا وأثمروها، أيضا للتقارير كمان كانت حاضرة في البرنامج. بتمنى لكم نهار سعيد، بنلتقي فيكم بكرة بنفس الموعد، ورح أفدكم مع أكرم ومع مقطوعة صغيرة. احنا يعني طلبنا منكم، أنتم قلتوا انه في شخصين ناقصين، ولكن حابين نسمع منكم شيء قصير. مش بس ناقصين، يعني من طابع الفرقه انه يكون صحيح البيانو، والبيانو مش موجود، ف يعني كثير هو ناقص، بس رح تسمعونا شيء. رح اسمعكم مقطع من سماعي كرد اللي هو من تلحيني، من تلحين اكرم.